دائما في الأخبار الرئاسية، حيث استقبل ظهر اليوم فخامة رئيس الجمهورية رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، والذي كان في زيارة عمل وصداقة استغرقت عدة ساعات. تفاصيل الحبيب حامد. وصل ظهر اليوم إلى العاصمة إنجمينا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى السيد فوستان أركانش تيودورا، وذلك في زيارة عمل وصداقة استغرقت عدة ساعات. وكان في مقدمة مستقبله معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير وعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين في رئاستي الجمهورية والوزراء وعمدة بلدية إنجمينا. وبعد استراحة قليلة بصالون كبار الزوار بمطار حسن جاموس الدولي، تناول رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ومعاليه أهم القضايا الإقليمية الراهنة سيما سير العلاقات الثنائية بين بانجي وإنجمينا. وعقب ذلك توجه السيد فوستان أركانش تيودورا والوفد المرافق له إلى رئاسة الجمهورية، استقبل خلالها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وتعتبر زيارته زيارة عمل وصداقة استغرقت عدة ساعات، واستمر اللقاء الذي جمعه هو فخامة رئيس الجمهورية لأكثر من ساعة، تناول أهم وأبرز القضايا الإقليمية الراهنة سيما مستقبل العلاقات بين البلدين، وكذلك الأحوال المتردية والنعرات الطائفية التي تعيشها جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنوات. وقد لعب تشاد دورا كبيرا في جمع شمل المتناحرين الأشقاء في هذه الدولة الجارة والصديقة والتي تربطها مع تشاد أواصر عرقية ودموية وتاريخية. اللقاء طرح أيضا حلول المشاكل العالقة هناك ودور تشاد في حلحلة الأزمات فيها. عقب اللقاء المقلق الذي جمع الناظرين والذي استمر قرابة الساعة والآخر، أكد الرئيس فوستان بأن بلاده تكن كل الاحترام والتقدير لشخص فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والحكومة التشادية التي لعبت دورا كبيرا في جلب الأمن والاستقرار الذي تعيشه جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم. وأضاف بأن هذه الزيارة تعتبر الثانية، وأنا أثمن كل الجهود المادية والمعنوية والتي بذلها الرئيس إدريس ديبي إتنو في حلول أزماتنا، وإذا كنا نعيش اليوم استقرارا نسبي فهذا بفضل وجهود الرئيس إدريس ديبي إتنو، والذي لم يقصر في تقديم الدعم اللازم لنا ولدولتنا. وعن تقرير منظمة الأمم المتحدة والذي يتهم تشاد بالضلوع في مشاكل أفريقيا الوسطى، قال الرئيس فوستان: إنني سمعت هذا الخبر بعد يومين من نشره، وهذا لا يعتبر قرار جمهورية أفريقيا الوسطى، وإننا نقدر جهود تشاد في وقوفها معنا في كل مشاكلنا، وهذا التقرير مقدم من منظمة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهذا التقرير يخص الذين قدموه، ونحن وجمهورية تشاد تربطنا علاقات قوية وتاريخية وعلاقات استراتيجية، وزيارة اليوم هي بناء على رغبتي، وهذا أيضا يؤكد عرفاننا لتشاد حكومة وشعب. هذا وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة بينهم وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي السيد حسين إبراهيم طه، ووزير الأمن العام والهجرة السيد أحمد محمد باشر، وعدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والوفد المرافق للرئيس فوستان أركانش تيودورا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. بعد زيارة قصيرة هي زيارة عمل وصداقة قام بها رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أركانش تيودورا إلى تشاد، غادر العاصمة إنجمينا متوجها إلى بلاده، وكان في توديعه مثل ما كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير وبجانبه أعضاء الحكومة وبعض مساعديه. هذا وقبيل مغادرته تبادل الطرفان بصالة كبار الزوار الحديث حول سبل تطوير العلاقات التعاون بين البلدين الصديقتين والشقيقتين الذي تربطهما علاقة تاريخية.